بسم الله الرحمن الرحيم. صدى البلد في منزل المرحوم محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر. بنلتقي هنا في بث مباشر مع والدة المرحوم اللاعب الكابتن محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه. طبعا بنهني الحاجة والدته بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021. بنرحب بك يا حاجة وبنقول لك كل سنة وانت طيبة. اهلا بيكم، اهلا وسهلا، كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير يا رب يا رب. حاجة النهاردة تحبي توجهي كلمة كده لشعب الفيوم وشعب مصر والجماهير الكرة في مصر، اهلي وزمالك، تحبي تقولي لهم ايه؟ قول لهم كل عام وانتم بخير وربنا يشيل عنا الوباء والبلاء وكل الاثقال، وربنا يكرمنا ويكرم شعب مصر ان شاء الله يا رب العالمين. حاجة دلوقتي في نعتبر يعني في سنة جديدة بتمر على وفاة المرحوم الكابتن محمد عبد الوهاب، تحب تقولي له ايه او توجهي له ايه كده او تدعي له بايه؟ احب اقول له ان شاء الله احسبك في الجنة ان شاء الله في الفردوس الاعلى باذن الله، وربنا يلحقنا بك مسلمين موحدين بالله، يجعل اخرتنا حلوه زي اخرتك يا رب يا رب العالمين. حاجه بالنسبه بالنسبه للكورونا وبالنسبه للرجالات الاحترازيه، انت ايه اللي انت بتعمليه اليومين دول عشان تحافظي على صحتك؟ ربنا يديك الصحه يا رب. احنا مكلين خالص في الخروج، ما بنخرجش. الطلب ضروري، لو خرجنا بلبس الكمامه، وربنا ينجي، ربنا ينجي الجميع. بتستخدمي الكمامه على طول يعني وانت مثلا بتخرجي او أيوة في اي مكان؟ ايوه بخرج بلبسها. أيوة. الحمد لله. طب حاجه بالنسبه في اشاعه انتشرت النهارده في البعض، يعني ربنا يديك الصحه يا رب ويطول عمرك، تحب تقولي ايه بقى لهذا الموضوع عشان نطمن الناس يعني ونطمن اهالي الفيوم واهل مصر؟ انا بقول له، مش هقول له الا منك لله، عشان هو عمل قلق وما عرفش هو يعني غرضه ايه من اللي هو قاله واللي عمله دي. انت عرفت منين يا حاجه؟ انا عرفت من محمود، ما هو عامل نت. محمود ابن حضرتك؟ ايوه. قال لك ايه؟ قال لي ده واحد كاتب، هو ما كانش راضي يقول يعني على طول وكده، بس انا عرفت بقى منه، وكان قلق بقى وزعل وتليفونات من ساعتها والدنيا يعني قلقانه وكده. احنا كله بيتابع البث المباشر لموقع صدى البلد من جماهير مصر وخارج مصر، الكل بيقول ربنا يطول في عمرك يا حاجه ويديك الصحه، الناس كلها بتطمن عليك يعني وبتقول لك ربنا يديك الصحة يا رب كده وطول عمرك. كل عام وأهل مصر كلهم بخير، شعب مصر كله ربنا يشيل عنا كل حاجة وحشة، وأنا بطمنهم وربنا يكرمنا جميعا يعني. يعني نقول إن الحاجة بخير وبصحة جيدة، وده كان مجرد إشاعات يعني، والحاجة قدامنا هي يا جماعة بتكلمنا وإحنا موجودين في منزلها حاليا في مدينة سنورس. حاجة طبعا، انت لما سمعت الإشاعة دي ايه اللي عملتيه؟ ولا حاجة، إنا لله وإنا إليه راجعون، واحنا كلنا هنموت، واحنا أموات ولاد أموات، بس يعني بقى نسيب كل حاجة بقدرها بقى لله. مش نموت الحي ونحيي الموت علشان غرض دنيء في نفسه ولا أي حاجة. بس إن عملت هو كده يعني عمل الناس قلق وكده، ويلا ربنا يهدي يا رب يا رب. حاجه طبعا، حاجه ربنا طبعا يديك الصحه. وبالنسبه لاخبار ولادك بقى، اخر اخبارهم ايه؟ عايزين نطمن عليهم، محمود والاولاد يعني عاملين ايه دلوقتي حياتهم؟ الحمد لله الحمد لله، هو بس عيل حصل له حادثه النهارده. ده اللي حصل له حادثه، ده ابن ابنك ولا ابن ابن محمود؟ ابن محمود اللي هو اخو المرحوم محمد عبد الوهاب. ايوه. حصل له اتعور يعني؟ اتعور جامد، وكنا في رجليه ولا ايه؟ قدمه؟ لا، في دماغه وفي رجليه كده يعني. وديتيه المستشفى والحمد لله؟ ايوه الحمد لله. يعني صحته جيده دلوقتي الحمد لله. الحمد لله.